مخطئ من حسب يوما أن الاستيطان وإرهابه محدود في بقعة جغرافية واحدة، وأن ثقافته تنحصر في حدود الأراضي المحتلة. فها هم وزراء إسرائيل يسعون جاهدين إلى شرعنة معلنة لسلب أراض عربية خاصة في قلب الجليل النابض، ليعلنوها مستوطنة وتجمعا سكانيا يهوديا على حساب أهل الأرض وأصحابها. وما يبدو هنا أن مسار وضع اليد على الجليل وتهويد هويته هو مسار قد يتسع ويتفرع ويتمدد في ظل طبقات حاكمة متطرفة لا تؤمن إلا بالفوقية والفصل العنصري نهجا ومنهجا. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة جديدة، هذه أبرز ملفاتها. حركة الاحتجاج الإسرائيلية ترفض تعليمات الشرطة وتدعو إلى مشاركة واسعة في مظاهرة داخل مطار بن غوريون. حكومة اليمين تشرعن بؤرة استيطانية في الجليل تساهم في خنق وحصار عيلبون والبلدات العربية المحيطة بها. والجريمة تسجل ذروة خلال أيام عيد الأضحى وتخلف 5 قتلى وعددا من الجرحى والمصابين. أهلا بكم. أصدرت الشرطة الإسرائيلية تعليماتها بمنع إغلاق الشوارع ومنع السير على هوامش الشوارع، وكذلك منع أي مساع لعرقلة حركة السير فيها، كما أمرت بتحديد عدد المتظاهرين 5000 محتج في المظاهرة المنوي تنظيمها يوم غد في مطار بن غوريون، احتجاجا على استئناف الحكومة لتشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء. كما وحذرت الشرطة في بيانها من الوصول إلى مساحة المجال الجوي وعرقلة مسار الطوارئ في المطار، محذرة من أنها لن تتهاون مع مخالفي التعليمات. ويأتي ذلك فيما تتواصل الدعوات لحشد المتظاهرين ضد خطة الانقلاب على الجهاز القضائي في مطار بن غوريون تحت مظلة قوة كابلان. من جانبهم قال منظمو الاحتجاجات أنهم سيصلون إلى صالة تيرمينال 3، كما أنهم لن يلتزموا بتحديد عدد المشاركين في المظاهرة. ارتفعت أسعار عشرات السلع والمواد الغذائية المستوردة فضلا عن أسعار بعض الأدوية المشمولة في السلة الصحية بدءا من اليوم. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأدوية التي شهدت ارتفاعا في 9 تموز بعد قرار لجنة الصحة الحكومية. هذا ويعود الارتفاع في أسعار السلع المستوردة إلى التغيير الذي طرأ في سعر الصرف خلال الأشهر المنصرمة وقوة اليورو مقابل الشيكل. في ملفنا الأول، أعلنت حركة الاحتجاج الإسرائيلية لخطة إضعاف جهاز القضاء رفضها لتعليمات الشرطة، داعية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرة في مطار بن غوريون الدولي في اللد يوم غد. إلى ذلك تجددت مساء أمس الاحتجاجات في مدينة تل أبيب وعدة بلدات ومفارق رئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع 26 على التوالي. الدعوة للتمرد وتصعيد الاحتجاجات عنوان تظاهرات الأسبوع 26 ضد الانقلاب القضائي. نصف سنة من التظاهر المنظم في كابلان، نجح عشرات المتظاهرين بإغلاق شارع أيالون بالاتجاهين لبعض الوقت، وخطباء هذا الأسبوع في مواقع الاحتجاج المختلفة عملوا على تحريض المحتجين في المشاركة باحتجاجات الأسبوع القريب، وكلها تنادي في التصعيد ضد حكومة نتنياهو. הם אומרים לנו, אנחנו מעבירים רק את עילת הסבירות, זה קטן, זה טכני, האופוזיציה במילא הסכימה לזה בבית הנשיא, זה שקר מוחלט, אף אחד לא הסכים להם לשום דבר.
لم يكن من الممكن التواجد في كابلان وملاحظة هذا الالتفاف حول الدفاع عن الديمقراطية دون ملاحظة هذا المشهد. فيه يحاول نشطاء من حركة أخوة في السلاح منع الكتلة ضد الاحتلال بتذكير الإسرائيليين في تل أبيب بإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. وفي مدينة حيفا استخدمت الشرطة الاعتقالات كأداة للترهيب بحق المتظاهرين. אני חושבת שמצוין, אני לא יכולה להגיד לך, אבל התחושה היא נהדרת, נוצר גרעין מדהים, ואם יהיה משהו, יש מיליון תושבים שיצאו, אני בזה בטוחה. יצרנו גוש ליברלי, ואני פונה פה למגזר הערבי, אתם חלק מאיתנו, אתם חייבים להצטרף, אתם חייבים להצטרף בכוח, אתם אזרחי המדינה, שווים, תצטרפו אלינו, זאת המחאה גם שלכם, למען הזכויות שלכם. أسبوع مصيري آخر يقف أمامه المحتجون، فحكومة نتنياهو تسعى بثبات تجاه التصويت على قانون فقرة التغلب في الأيام القريبة، والاحتجاجات لم تنجح في إجبار وزير القضاء يريف ليفين في تغيير الجدول الزمني أو في تقديم تغييرات حقيقية في القانون الذي سيمنع المحكمة العليا عن مراقبتهم وردعهم. من مدينة القدس تنضم إلينا الآن مراسلتنا رماح مفيد. أهلا بك رماح. إذا ساعات تفصلنا عن يوم احتجاجي تصعيدي في البلاد، ليس في أي مكان وإنما في أكثر مكان قد يكون حيوي في البلاد، مطار بن غوريون الدولي. كيف تبدو الصورة ربما بين الترقب وكذلك التصريحات وردود الأفعال؟ نعم أمير، هو التصعيد إذا ما أعلنه منظمو الاحتجاجات، والتصعيد لن يبدأ فقط غدا أمير. نحن لاحظنا مع التظاهرات الأسبوعية أن التصعيد بشكل فعلي ميدانيا عاد إلى هذه الاحتجاجات منذ الأسبوع الماضي بالنزول إلى شارع أيالون، إغلاقه في الاتجاهين الشمال والجنوب، وبالتالي منظمو الاحتجاجات كانوا يعني يضعون أو يمنحون توطئة للشرطة بأنه هم يذهبون تجاه إعادة التصعيد في الاحتجاجات اليومية. يوم غد سيكون هو بداية موجة احتجاجات يومية سوف تشهدها إسرائيل. ونعود أمير قبل الخوض في الحديث عن غدا، ولكن نذكر بأن منظمو الاحتجاجات كانوا قد بدأوا أيضا في حملة تظاهر أمام بيوت أعضاء الائتلاف، وتحديدا أمام بيت يريف ليفين في ساعات الصباح الباكرة. التشويش وإثارة الضجة، وهذا طبعا ما أقلق أعضاء الائتلاف، وهو ما دفع بنيامين نتنياهو لفحص إمكانية منع هذه الاحتجاجات أمام أو بالقرب من بيت ممثل للجمهور، وبالتالي أن يمنع هذه الاحتجاجات أمام أصدقائه، بيوت أصدقائه في الائتلاف. وهذا ما لم يتم حتى الآن لعدم توفر شرط رئيسي، وهو حصول جهاز المخابرات على أن هذه النشطات سوف تقوم بإلحاق أضرار كبيرة تخترق القانون. إذن هذه هي موجة الاحتجاجات التي بدأت منذ أسبوعين. يوم غد سيكون هو اليوم الأول فيه الاحتجاجات تعود بشكل يومي وليس فقط بشكل أسبوعي، وليس فقط أمام بيوت رؤساء أعضاء الكنيسة، في مطار بن غوريون المنطقة الحساسة، لتعطيل إقلاع الطائرات، لتعطيل وتشويش الحركة. وهذه ليست رسالة لبنيامين نتنياهو، ليست رسالة إلى الداخل، إنما رسالة إلى خارج إسرائيل بأن ما يحدث هو فوق رغبة الشعب، ليس كما يحاول أن يروج لها بنيامين نتنياهو. غدا ستبدأ قافلة سيارات من الشمال وصولا من منطقة من منطقة قريبة من حيفا، وصولا إلى المطار من الساعة 3:30 ستنطلق هذه القافلة. من المفترض أن تصل الساعة 5:30، ما بين الساعة 5:30 والسادسة إلى المطار، أمام إصرار المتظاهرين بالتظاهر في المطار. هناك تهديدات وزير الأمن الداخلي الذي يدعي بأنه أقام جلسة تقييم للوضع مع قائدي الشرطة، ونحن نعرف أمير ولا يمكن تجاهل هذا الأمر، أن الشرطة في
تل أبيب تتعامل بيد خفيفة نوعا ما على المتظاهرين، لأنها لا تتسق وراء وزير الأمن القومي، ولكنه مع ذلك أعلن بأن التعامل سيكون بقبضة حديدية ضد المتظاهرين، لن يسمح بالتشويشات. وبالتالي تم رفع عدد الشرطيين الذين سيتواجدوا في المطار، تم تقليل عدد الطرقات أو المسالك التي يسمح بالتالي الدخول بها إلى المطار. خطط المتظاهرين الوصول إلى تيرمينال 3، أي صالة الإقلاع رقم 3، والتواجد هناك لتعطيل وتبطئة حركة الطيران، وهو ما تحاول الشرطة وستحاول منعه. في السابق هذه التظاهرات أمير يعني تعاملت معها الشرطة بتوزيع مخالفات سير ومخالفات على المتظاهرين الذين وصلوا بسياراتهم، وهي مخالفات يعني في نهاية المطاف إذ كنا سنتحدث أنها تستهدف متظاهرين بسبب طريقة احتجاجهم السلمية، هي باهظة الكلفة الشخصية للمتظاهرين، ومع ذلك سيتواجدوا غدا. إذن هذه حالة التأهب في مدينة تل أبيب. يوم الأربعاء هناك تجهز من قبل أخوة في السلاح للتظاهر في مدينة حيفا، وبالتالي أيضا يوم الخميس للهايتك سيستم ما يعرف بمبادري الهايتك ستكون هناك تظاهرة كذلك. الأمر إذن هي سلسلة تظاهرات تقودنا إلى نهاية الأسبوع، والتظاهرة 27 ستكون يوم السبت. إذن هو أسبوع حافل من التظاهر، لأن الكنيسة تخطط في يوم 10 من يوليو تموز بالتصويت في القراءة الأولى على قانون فقرة التغلب. وبالتالي هذا القانون تحدثنا عنه كثيرا أمير، يهدف في نهاية المطاف إلى تحجيم قدرة المحكمة العليا على الرقابة فيما يصدر من قرارات وقوانين تسن وتشرع في الكنيسة. والهدف قريب المدى القصير الذي تريد منه الكنيسة من هذا القانون هو إعادة رياض درعي المتهم والمدان بمخالفات جنائية بالتهرب الضريبي تحديدا، وهي عادة ما تقود في نهاية المطاف إلى الاعتقال إلى السجن. يريد أن يكون وزير في وزارتين، هذا هو الهدف القصير المدى لهذه الحكومة من هذا القانون، إضافة إلى البنود الأخرى. يحاول بنيامين نتنياهو خلال هذه الدورة قبل انتهائها تمرير الفروع الأولى على أن يتمم قضية اختيار لجنة اختيار القضاء في الدورة الشتوية. أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا من مدينة القدس رماح مفيد على هذه الإحاطة الموسعة لكل التحديثات والمستجدات في هذا الملف، شكرا جزيلا. أما الآن فأنتقل إلى خدمة البث المباشر، حيث ينضم إلي المختص في السياسات الحزبية والشؤون السياسية دكتور أمير خنافس. أهلا بك دكتور خنافس. في بادئ الأمر أسأل عن مدى حساسية ومصيرية هذه المرحلة وهذه الأيام بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية التي تجحذ قواها لتعيد التصعيد، تعيد قوة الاحتجاج إلى سابق عهده. يعني طبعا ما سنشهده على ما يبدو خلال هذا الأسبوع هو لمشهد مشابه للاحتجاجات والمظاهرات التي شاهدناها في الأسابيع الأولى للمظاهرات والمعارضة. وطبعا هذا نتيجة قرار الحكومة الإسرائيلية في تجديد الانقلاب في الجهاز القضائي، أو ما يسميه التعديلات في الجهاز القضائي، وهو بمثابة التعديلات. طبعا ما ستقوم به الحكومة هذا الأسبوع هو كما ذكرت زميلتكم في منذ قليل في تقديم بند التغلب أو الذي يحدد من صلاحية محكمة العدل العليا، وهذا بحد ذاته يعتبر تغيير حاد وإضعاف من مكانة محكمة العدل العليا في إسرائيل، لأنه حتى الآن كان لمحكمة العدل العليا حرية أو مساحة من الحرية لتحديد موقف اتجاه قوانين وقرارات مختلفة اتخذتها الكنيسة في السابق، والآن تأتي الكنيسة وتصوت على تغيير هذا القانون. طبعا الائتلال المعارضة في إسرائيل والقوى المعارضة وطبعا قوى إخوان السلاح والهايتكستم وغيرهم يرون بمثل هذه التغييرات خطوات
حادة من قبل تمس في انقطاعاتهم بشكل أو بآخر بشكل مباشر. لكن دعني أسأل ربما عن النقطة الجدلية دكتور أمير خنافس في هذه الصورة بالتحديد. الشرطة الإسرائيلية تعلن وبشكل واضح عشية هذه الاحتجاجات، تعلن عن تعليمات واضحة صارمة في كل ما يتعلق بأعداد المشاركين، تحذيرات من إغلاق محاور رئيسة وشوارع مركزية، تحذير ربما تعطيل مسارات الطوارئ، منطقة ربما الغلاف الجوي وما إلى ذلك في مطار بن غوريون الدولي. في المقابل منظمو الاحتجاجات يرفضون بشكل قاطع هذه التعليمات والتحذيرات من قبل الشرطة. إلى أي مشهد نقاد ربما أو تقاد البلاد؟ يعني أولا أمير، كما تعلم بأن هنالك خلاف واضح، أصبح واضح تقريبا بين وزير الأمن الداخلي بنفير وبين قيادة الشرطة، وعلى رأسهم طبعا القائد العام للشرطة، في حين يرى القائد العام للشرطة بأن مثل هذه الاحتجاجات هو في ضمن القانون في أي دولة ديمقراطية، يرى بن غفير بأنها تعدي على القانون وأمر مخالف يجب الحد منه. ولكن حتى داخل الشرطة وقيادة الشرطة العليا وأحد المشاركين في عدة مظاهرات الأسابيع الماضية، لاحظنا بشكل واضح الخلاف بين الشرطي وشرطي في التعامل مع المحتجين أو المتظاهرين. يعني هل تعولون على هذا الخلاف في كل ما يتعلق بمسألة التعامل، تعامل الشرطة مع المحتجين؟ ما حتى الآن يمكن أن نقول بأن أغلبية الذين اعتقلوا كان قد صرح أمرهم بعد بضع ساعات، ولكن واضح بأننا أمام مرحلة مختلفة، واضح بأننا أمام مرحلة قاسية، وواضح بأن الشرطة تريد أن تدخل أن تأخذ هذه الأمور، وطبعا بتعليمات بن غفير وهو المسؤول أول على سياسة الشرطة، تريد أن تأخذ خطوات قاسية. منذ قليل انتهيت من مقابلة لترتيبات المظاهرة غدا في حيفا، وشاركت وكان واضح في التعليمات التي تلقيناها بأن الشرطة على أتم استعداد لاتخاذ قوة للتصدي للمتظاهرين، ونحن على استعداد على ما يبدو لاعتقالات على جميع المستويات. أعتقد بأنه ما سنشهده في الأيامات القريبة هو اعتقالات لبعض المتظاهرين في حيفا، في مطار بن غوريون، وفي مناطق أخرى. نعم، وبطبيعة الحال معظم المراقبين في إسرائيل يرجحون بأن تكون يد حديدية للشرطة مقابل هذا اليوم التصعيدي الاحتجاجي. شكرا جزيلا لك دكتور أمير خنافس المختص في السياسات الحزبية والشؤون السياسية. شيع اليوم جثمان المناضل الوطني الكبير رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، كما حضر مراسم التشييع الرسمية عدد كبير من القيادات الفلسطينية، حيث حمل نعشه على الأكتاف وعزفت الموسيقى الجنائزية. وتوفي أبو بكر يوم أمس مع مواطنين آخرين في حادث سير مروع وقع قرب جماعين جنوب نابلس.
عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الآن وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين دكتور عبد القادر الخطيب. أهلا بك دكتور. في البداية تعازينا على هذا الفقد الأليم، ودعنا نبدأ من مركزية ومحورية الدور الذي لعبه في المشهد الوطني والسياسي وبالتحديد في كل ما يتعلق بشؤون الأسرى والمحررين، الوزير قدري أبو بكر. ألو، نسمعك بشكل جيد أستاذ عبد القادر، هل تسمعني؟ مساء الخير لك ولكل أستاذ المستمعين. نعم دكتور، كنت قد قدمت طبعا التعازي على هذا الفقد الأليم وسألت عن مركزية ومحورية الدور الذي لعبه الفقيد في المشهد الوطني وفي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عموما. يعني بداية نترحم على الأخ الوزير قدري أبو بكر وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هذا الرجل الذي خطفه الموت يوم أمس أثر حادث مفجع ومؤسف أودى بحياته وارتقى شهيدا على الفور، وبالتالي كان خبرا صاعقا صادما لكل من تلقى هذا النبأ. نحن هنا يعني في البداية لا يسعني إلا أن يعني أترحم عليه وأن أقول يعني بالغ العزاء لعائلته ولذويه ولأهله ولأصدقائه ولمحبيه على رحيله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعني يكتب له الجنة وجنان النعيم. الوزير قدري أبو بكر كما هو معلوم يعني كان قد أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 17 عاما، قضاها مدافعا عن قضايا شعبه ووطنه، وبالتالي كان في داخل السجون يعني رجل مقدام، كان رجلا مثقفا، كان رجلا وطنيا جامعا، وكان يحظى باحترام كل من عرفه وعايشه في داخل السجون. انا كنت قد التقيته في سجن عسقلان عام 86 واعرفه يعني منذ ذلك الوقت، وبالتالي هو رجل دنس، رجل على خلق، رجل يعني نظيف اليد واللسان، وبالتالي هو يعني انسان يعمل بصمت، يعمل بروح متفانيه، لا يشكو، لا يتذمر، لا يتأسف، غير متطلب على الاطلاق، يعمل بكل صمت ويعمل بكل جديه، وهو يعني مؤمن بما يقوم به ومؤمن بان قضيه الاسرى هي قضيه وطنيه من الليار الطراز الاول، وبالتالي هو يعني اثنى حياته مدافعا عن قضيه الاسرى ومدافعا عن قضايا الشعب الفلسطيني. نعم دكتور الخطيب، اعذرني على المقاطعه، يعني كذلك لم تقتصر نضالات الفقيد في الساحات ساحات النضال الوطني الفلسطيني المحلي، وانما ايضا في المحافل الدوليه، كيف تمثل وتجلى ذلك؟ نعم هو يعني عندما تعاله خارج الوطن عمل في بغداد مدير لمكتب خليل وزير أمن الشؤون في العراق، ثم عاد إلى أرض الوطن وتبوأ العديد من المواقع في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية عندما استلم حقيبة شؤون الأسرى وكان رئيسا لهيئتها، عمل بكل جد على تدوير قضية الأسرى، عمل على تشريك هذه القضية مع المجتمع الدولي، مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعمل بكل صمت وبكل جدية، وكان له طولات وجولات في العديد من الدول العربية والأوروبية لكي يوصل الصورة الحقيقية والجدية عن معاناة الأسرى وعن البطش الصهيوني الاحتلالي بحق الأسرى وعن الإجراءات الرقابية المتخذة التي أودت بحياة العديد من شهداء الحركة الأخيرة، وبالتالي هو كان يعمل على فضح هذه الممارسات من خلال العمل المؤسساتي المهني الذي اعتقد بانه يعني قطع شوطا فيه بالتنسيق والتشبيه مع كل مؤسسات العمل الرسمي وفي مقدمتهم وزاره الشؤون المغتربين ووزاره الخارجيه.
نجدد تعازينا لكم ولعائلة الفقيد، وأشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر الخطيب وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين. إلى ملفنا الثاني، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية عربية خاصة قرب بلدة عيلبون الجليلية، وكان قد استولى عليها إرهابيو تنظيم شبيبة التلال العام الماضي، وذلك في إطار سياسة تهويد الجليل. وقدم الاقتراح لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أطلق عليها اسم رامات أربيل. وزير الإسكان الإسرائيلي ووزير استيعاب الهجرة ووزير النقب والجليل والمناعة القومية ووزيرة الاستيطان الإسرائيلية. استمراراً لمخطط تهويد الجليل، صدقت الحكومة الإسرائيلية اليمينية على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة على أراض عربية لقرية عيلبون، ما اعتبره قياديون حصاراً على عيلبون الجليلية، كما تم الحصار على قرى عربية أخرى في النقب والجليل. نرفض إقامة هاي المستوطنة هون مثل ما رفضناه قبل بسنة وتوجهنا للمؤسسات. رح ندرس شو الأشياء اللي بنقدر نعملها بالشكل القانوني ونقوم فيها إنه نمنع إقامة هاي المستوطنة هون. وكلنا وجهنا يعني عيلبون هي قرية صغيرة اللي إمكانياتها محدودة، ولكن رح نتشاور مع القيادات مع اليسار الإسرائيلي مثل ما ساعدونا بالمرحلة السابقة، وإجوا أعضاء كنيسة من كتل يسارية وأعضاء الكنيسة العرب وقفوا معنا ورفعوها إلى المستويات الأعلى. كمان هاي المرة رح نناشدهن ويكونوا معنا. ويؤكد المختصون أن إقامة المستوطنات في الجليل هي سياسة قديمة جديدة، حيث بدأت منذ عشرات السنوات، وفي خضم الحكومة الحالية تبدأ المساعي بتهويد الجليل والتضييق على المجتمع العربي. أما مستوطنة رامات أربيل الجديدة فهي البداية للمشروع الاستيطاني. هذه عبارة عن خطوة استيطانية استفزازية، مجرد أنها تأتي في سياق تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، برنامج التهويد، تهويد الجليل والنقب، استجلاب المواطنين اليهود، خلق أغلبية يهودية في هذه المنطقة، هذا بحد نفسه استفزاز حتى لم يكن هناك تأثير مباشر على عيلبون. ولكن بالإضافة إلى ذلك نحن نرى في هذا يعني مقدمة أو رأس جسر لمستوطنات إضافية ستقام تحت نفس الراية وتحت نفس السياسة في هذه المنطقة، ولذلك من المهم أن يتم التصدي لهذا المخطط. القضية الثالثة هي أن هناك أراضي لمواطنين من عيلبون في هذه المنطقة، ونحن نخشى أن تتم مصادرة هذه الأراضي. وفي خضم فقدان البلدان العربية في الجليل للمسطحات والبنى التحتية وعدم السماح لها بالتطوير بسبب السياسات العنصرية، تأتي حملات التهويد هذه لتجلب شعوراً بعدم الأمان للمواطن العربي، فأنت في بلدة محصورة الإمكانيات والتقدم من جهة، ومن جهة أخرى محاصراً بمستوطنين عنصريين لا يأبهون حتى لموتك. مباشرة ينضم إلينا الآن الحقوقي والحاصل على الماجستير في تخطيط المدن السيد أمل عرابي. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، إلى جانب الخطورة المترتبة ربما على هذا المشروع على شرعنة هذه المستوطنة، هي تمهيد لأي مشهد في الجليل وأي نوع سياسات إسرائيلية يأتي ليطبق؟ بداية وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ ونميز ونضع الإصبع على يعني ازدواجية المعايير لهذه الحكومة والحكومات السابقة بما يتعلق للبناء الغير مرخص، إذا كان البناء يهودي أو البناء عربي. نعم. فنرى أن بضع الكرفانات على تلة يتم شرعنتها ويتم الاعتراف بها بلا وبل إعطائها ميزانيات من أجل توسيعها، سواء كان هذا الأمر في الضفة أو سواء داخل الخط الأخضر، فهي نفس السياسة. ولكن عندما يقيم العربي منزل أو غرفتين صغيرتين من أجل أن يتزوج لأبنائه يتم هدمه ويتم وصمه على أنه مجرم. هاي النقطة مهمة جدا لأنها تميز التمييز الصارخ بما يتعلق بالتخطيط والبناء ما بين العرب واليهود. بضعة كرفانات على طلة في
بالضفة يتم الاعتراف فيها وتزويدها في الكهرباء والماء بل وخدمات الإنترنت، بينما غرفة على سطح منزل قائم في بلدة عربية يتم وصم المجتمع العربي كامل على أنه مجرم. هذه النقطة الأولى. مما يتعلق بالنقطة الثانية وهذا الأمر تحدثنا عنه بالسابق عزيزي، مما يتعلق ما هي السياسات التي تقف وراء هذه القرارات؟ البداية علينا أن نرى أن الحكومة الحالية لا ترى فقط بالتوسع العربي كمشكلة ديموغرافية، فنحن نعلم أن المجتمع العربي يشكل أغلبية في منطقة الشمال، فهي ترى أيضا بالمجتمع العربي مشكلة استراتيجية أمنية، فهي تريد أن تزرع بؤر استيطانية يهودية ما بين القرى العربية لأجل قطع التواصل الجغرافي ما بين البلدات العربية، وهذا كله يأتي من منطلق أمني، بمعنى أن يجب أن نزرع ما بين البلدات العربية بلدات يهودية قادرة على قطع التواصل ولا عدم. ماذا يترتب على قطع التواصل الجغرافي هذا؟ وجود تواصل جغرافي عربي هذا أمر من ناحية المنطق المدني للتمدن لهذه البلدات والتوسع لهذه البلدات ووجود أراضي من أجل افتتاح مراكز تجارية على سبيل المثال، وجود مراكز تجارية يترتب وجود عدد كبير من الأشخاص من أجل أن تعيش هذه المراكز التجارية، وجود امتداد جغرافي يساهم في تطوير بنية تحتية اقتصادية واجتماعية لهذه البلدات، ولكن قطع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية يحكم على هذه البلدات بأنها تعيش في مساحات ضيقة بحيث أنك أنت تحصر هذه البلدات وتمنعها من التمدد، وهذا ما تحدث عنه الدكتور حنا سويد إذ قال أن هناك أراضي لأهل عيلبون وهذه الأراضي هي مناطق تسمح بتوسع بقرية عيلبون وامتدادها لتعطي يعني لتجاوب على الاحتياجات المستقبلية للبلدة، ولكن يتم قطع هذا التواصل ويتم حصر البلدات العربية من أجل السيطرة الديموغرافية والجغرافية على امتداد البلدات العربية. هذه المستوطنة والمساعي أيضا لشرعنتها وقوننتها في إسرائيل من قبل جميع الوزراء الذين ذكرناهم قبل لحظات ربما قد يكون توطئة كذلك الأمر لشرعنة وإعطاء غطاء قانوني لكل ما يقوم بها أو تقوم به مجموعات المستوطنين كشبيبة التلال، أليس كذلك؟ ولهذا ربما تداعيات وأخطار قد تترتب وتنعكس على المجتمع العربي بشكل أكبر. أنا أتفق معك أنه يجب قراءة الصورة بشكل متواصل ما يحدث في الضفة وما يحدث في داخل حدود الخط الأخضر، فلا يمكن الفصل، ما كان يمكن الفصل في السابق الآن لا يمكن الفصل، لأن يوجد لدينا حكومة حولت الأبارتهايد إلى مشروع سياسي، هي تريد أن تطبق المشروع السياسي للأبارتهايد على أرض الواقع سواء في الضفة أو سواء في داخل الخط الأخضر، ولكن ممكن أن تكون شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية هي توطئة لعملية تهويد جديدة للجليل، بمعنى إعادة مشروع تهويد الجليل من خلال إقامة بلدات صغيرة ما بين البلدات العربية من أجل قطع التواصل الجغرافي ومن أجل تغيير المبنى. طيب خليني أكون واضح معك في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ أمل عرابي، مشروع تهويد الجليل كان قائما دائما موضوع على الطاولة في كل السنوات المنصرمة، ما الذي يختلف اليوم في كل ما يتعلق بمصطلح تهويد الجليل عن السنوات المنصرمة؟ ما الذي يختلف؟ أن الأدوات تتغير، بمعنى أن الأدوات التي تستعمل الآن، في السابق تم استعمال مصادرة الأراضي وإقامة بلدات جديدة وإعطاء ميزانيات إلى البلدات اليهودية، الآن نرى أن هناك آليات جديدة، بمعنى حصر البلدات العربية عن طريق إقامة بلدات يهودية، الحديث الدائم عن الخطر الديموغرافي اليوم يتحدثون بشكل واضح هذه الحكومة على الخطر الديموغرافي، وأيضا هناك خطاب أمني تم إضافته ما لم يكن واضح في السنوات السابقة، فهذه الحكومة ترى في التواجد العربي وفي الأغلبية العربية وفي التواصل الجغرافي العربي خطر أمني استراتيجي، وهذا الشيء الآن يقال بشكل واضح وصريح. نقطة أخيرة، إن إقامة هذه المستوطنات الصغيرة لا تضر فقط بالبلدات العربية في الشمال، هي تضر أيضا في البلدات اليهودية في الشمال، لأن هذه البلدات ستستقطب إليها سكان قائمين، لن نرى أن هناك أهل تل أبيب والمركز سينتقلون إلى الشمال ولا أهل الجنوب سينتقلون إلى الشمال، إذن ستستقطب يهود قائمين وستضعف البلدات اليهودية القائمة، وسنحكم على الشمال أن يستمر في وضع بنية تحتية وبنية اقتصادية ضعيفة حتى أبد الآبدين.
وهذا يقول أنه لهذه الخطوات انعكاسات وارتدادات وأيضا في كل اتجاه. أشكرك جزيل الشكر مخطط المدن والحقوقي أمل عرابي، شكرا جزيلا. إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، حيث سجلت الجريمة في المجتمع العربي خلال أيام العيد المنصرمة ذروة جديدة خلفت 5 قتلى وعددا من الجرحى في غضون أيام. إلى ذلك ومع تصاعد القتل في المجتمع العربي، تعيش عائلة المغدور حمادة سالم من مدينة عكا الساحلية محنة بعد مقتل ابنها، الأمر الذي أثر في العائلة وبنواحٍ مختلفة. يعني شفت الاميات عم بيظبطوا لاهل الاولادن العبايات والطوائم، غرت منن، انا كنت غيرانه منن، هولن وين ابني لو انه حماده معي. لم يتخيل يوسف وزوجته بوران ان يحضرا تخرج ابنهما حماده بمفردهم وان يستلما شهادته بدلا عنه بعد ان خطف منهم برصاص الغدر والاجرام. بعد اليوم كثير كان يوم صعب علي، كنت غيرانة من كل الأميات، حكيت مع ربنا قلت له يا ربنا يعني أنت ما اخترتش غير ابني، ما اخترتش غير حمادة تاخده. أصعب يوم بحياتي أنك أنت تروح مع ورقة راح تعلقها على الحيط، نفس الوقت ورقة في وش كل إنسان وبالذات الصحافة العبرية الإسرائيلية، المفروض الصحفي يقول الحقيقة للناس لأنه هو ببلور أفكار الناس. تيجي تقول عن شاب متعلم معاه شهادات قبل يعلم في مدارس معاه كمان يعني شهادة حسن سلوك، بنقول إحنا يعني الإنسان فيش عنده أي ملف جنائي، وحتى سألت الشرطة ولا تحقيق، تقول إنه هو معروف للشرطة. ويروي لنا والدا حمادة عن ابنهم الذي فقدوه نتيجة للإجرام المتفشي في المجتمع العربي، عن الإنجازات التي حققها في مجال الرياضة وشغفه بكرة القدم وتقدمه على الصعيد الأكاديمي في ذات المجال. حمادة تعلم 5 سنين، تعلم عندنا في هون في 3 سنين في الجليل المعربي، وبعدين 2 سنين عمل توأر شيني باللقب تاني في فينجت مع شهادة تعليم يعني. وطبعا هو بدي يعلم، بعطوه انه يبدأ يتعلم، وقبل بجمعة بس او جمعتين كانت احنا استلمنا الشهادة بتاعت حمادة. وكان عنده احلام زيه زي باقي هالشباب، كان عنده امنيات كتير حلوة طبعا، إنه يعمل عيلة ويتجوز وندي يسكن، كل هاي الشغلات. ولعل أكثر الأشياء التي تزيد من وجعهم وحرقتهم اليوم كثرة الإطراءات والخصال الإيجابية التي يرويها الناس لهم عن حمادة، وتجعلهم يتساءلون حائرين بأي ذنب قتل أقرب إنسان إلى قلبهم، وكيف لهم أن يواصلوا المسيرة من دونه. بدي أقول له أنك أنت دمرت عيلة بحالها، انت مش بس قتلت حمادة، انت اخذت لي نور عيوني. حمادة كان نور عيوني، حمادة كان ولد كتير منيح، كتير قلبه طيب. يعني انا وين ما اروح بقول لهم يعني لو كنت اسمع عنه اشياء يقولوا لي، يعني ما يحكوا ليش انه قديش كان ولد منيح، او ما يقولوا ليش عنه اشياء حلوه، بقول الاشي اللي عم بيوجعني قد ما عم بسمع اشياء منيحه عن ابني، هذا الاشي كتير عم بيوجع كتير. ليه قتلته؟ ليه احنا لازم نقوم ونقول لهي الدولة انتو لم يعني خنتوا الأمانة، لأنه سيادة الدولة جاءت من أجل الحفاظ على أمان وحياة الناس. احنا لازم نوجه كلامنا ونجند المجتمع الدولي عشان نحمينا. هون لا يتوقف شلال الدم في المجتمع العربي، حيث حصدت جرائم القتل حياة 110 مواطنين عرب منذ بداية العام لوحده، وكل جريمة تترك أمهات وآباء يذرفون الدموع على رحيل أغلى ما لديهم في ظل تقاعس وتواطؤ من قبل الشرطة والمؤسسات الحكومية.
أرحب في الاستوديو بمستشار رئيس بلدية عكا لشؤون العرب السيد عباس زكور. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، لم تكن أيام سهلة علينا كمجتمع عربي، خصوصا في أيام العيد. كمية جرائم القتل، جرائم إطلاق النار في كل اتجاه، في كل بلدة عربية، الجليل، وسط البلاد، النقب كذلك الأمر، منطقة المثلث، بأي عين وبأي منظور تنظر إلى كل ما يحدث تحديدا في هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ننظر إلى كل هذا الواقع بعين تدمع وبقلب ينزف على الشباب الذين يفقدهم مجتمعنا. 110 قتيل، 110 قتلى من أبناء مجتمعنا، من أبناء شعبنا. ومر علينا العيد، والعيد وقبل العيد يسبقه أيام تعتبر دينيا هي العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا. لم يراعوا حرمة هذه الأيام. الأصل التنافس في هذه الأيام على الأعمال الصالحة، على الأعمال الطيبة. وإذا بنا كما رأينا في رمضان في شهر 4 ما يزيد عن 20 قتيل، لم تراعى حرمة رمضان، لم تراعى حرمة العشر الأوائل من ذي الحجة. ونحن في مثل هذه الأيام بالذات، وقبل أيام كان علينا ومر علينا يوم عرفة، وأفضل هذه الأيام، في هذا اليوم يقف نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام على عرفة ويسأل المسلمين في حجة الوداع أي يوم هذا، فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس بيوم عرفة؟ نعم. ثم يسألهم أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس بالبلد الحرام؟ قالوا نعم. قال فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الدماء، دماؤنا الزكية، دماؤنا الطاهرة، دماء أبنائنا. أنا أقول لا نحزن، لا نقول فقط عندنا 110 قتلى، عندنا 110 قتلى، ونحزن كذلك على هؤلاء. صحيح. لأنهم إما مؤبدون في السجون أو لا يستطيعون النوم، لا يستطيعون الحياة، وينتظرون الدور. أنا أقول وهذا يعني يطلق عليه ربما الضحية وضحية الضحية. نعم. نتيجة كل ما يحدث من ظروف وعوامل وسياسات كذلك محيطة بمجتمعنا العربي. سيدي، كنت تتحدث ونتابع على الشاشة قبل لحظات مقاطع مصورة توثق جرائم القتل في المجتمع العربي. بات لكل جريمة مقطع مصور يوثق القاتل، يوثق ما حدث مع الضحية. هذه الصور نراها الآن كذلك على الشاشة، كل شيء تقريبا موثق. ليلة العيد كذلك الأمر، وكأنه كان هناك تنسيق حتى لكل الجرائم في نفس الساعة. كانت شفا عمر، وكانت الطيري، وكانت في رهط. كيف من الممكن التعامل مع كل هذه المعطيات وسط كل هذا الألم؟ لعل أقول هذا التوثيق، يعني وثق لنا القرآن الكريم قتل قابيل لأخيه هابيل، وتوثق لنا هذه الصور وهذه الفيديوهات قتل ابن العائلة للعائلة الأخرى، الجار لجاره، عائلات من نفس البلد الواحدة، قاتل ومقتول. لعل هذا الأمر، أنا أقول الآن علينا دور كبير، دور كبير. قلت 110 قتلى و110 قتلى، علينا كذلك أن نخاطب. أنا أقول أظن يجب أن نفكر بالدور الآخر. نحن يؤلمنا من فقدناهم، ويؤلمنا ما ينتظر من مستقبل لهؤلاء القتلى، لأن قاعدتنا تقول بشر القاتل بالقتل. أنا أعرف، والله أقولها لشباب فليسمعوا ذلك، والله شهدت جنازة، والله الذي لا إله إلا هو، وجاء القتلى وكان معروف، كان معروف للمقتول ولوالده من قتله. جاءوا إلى الجنازة ونزلوا إلى القبر وأنزلوا القتيل. أنا رأيت والد المقتول قعد على الأرض وقال يا ابني والله ما بقدر أخذ لك حقك، ما عنديش قدرة أنتقم لك، ولكن بوكل أمرك إلى الله.
والله العظيم لم تمر سنتين أو ثلاثة إلا وهؤلاء قتلوا. يا الله. الذين قتلوا قتلوا، وأنا أقول يعني أي حياة هذه التي يعيشها القاتل؟ وهي مفارقة في الدقيقة المتبقية. سيدي لن أسأل ما الذي دهانا، ولكن سأسأل كقيادي كذلك في مجتمعنا وفي مدينة لها أهمية ومركزية كبيرة، ما الذي تبقى بأيدينا كمجتمع عربي وكأفراد؟ نعم، أنا أقول أغلب القتلى المقتولين والقتلى والقتلة هم من المسلمين للأسف الشديد. للمسلمين لا توجد مرجعية دينية، كل المرجعات الدينية معطلة لا تعمل. وأنا أقول هنالك حاجة ماسة لعودة وبناء مرجعية دينية كما لإخواننا الدروز، مرجعية نحييهم عليها، ودائما عندما يكون قيادة وعنوان لأي مجموعة يكون في ذلك الخير. نحن مجتمعنا يفتقد العنوان المركزي، المركزي الذي يتجه إليه في الصعاب. نحن علينا أن نبني من جديد، وأنا أقول أنا أحدهم، إذا إحنا تعبنا وفشلنا فلنفتح المجال للآخرين. ويجب أن تبنى قيادة عربية دينية جديدة تستطيع أن تخاطب الجمهور، تكون بين جمهور المقتولين والقتلة، وتسعى بين الجميع. أنا أقول لماذا نحن نتهم غالبا الشرطة؟ نتهمها نعم، ولكن ماذا عملنا نحن؟ ما هي برامجنا؟ ما هي خططنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا هي الأعمال التي قمنا بها لنمنع؟ أنا أقول الآن ما يجري في فرنسا، مقتول واحد جزائري، حرك فرنسا، التهبت فرنسا، اشتعلت. إحنا 110 قتلى، ماذا ننتظر بعد؟ ماذا ننتظر بعد؟ إذا لم يحركنا 110 قتلى لن يحركنا شيء. يجب أن ننتفض على أنفسنا، وهذا النضال الفردي والمجتمع والمقاومة المجتمعية لكل ما يحدث. أشكرك جزيل الشكر. يا مرحبا. السيد عباس زكور، مستشار رئيس بلدية عكا لشؤون العرب. يا مرحبا. شكرا جزيلا. صدرت حديثا ترجمة لكتاب بدو النقب وبئر السبع، 100 عام من السياسة والنضال، للباحث الفلسطيني منصور نصاصرة، وذلك بعد أن صدر الكتاب عن جامعة كولومبيا في نيويورك. ويقدم هذا الكتاب تحليلا شاملا ومعمقا لعرب جنوب فلسطين خلال فترات الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحكم العسكري الإسرائيلي، ويركز بشكل أساسي على العرب في قضاء بئر السبع منذ إقامة إسرائيل والنكبة عام 48 وإلى يومنا هذا. تم تكريم الباحث الدكتور منصور النصاصر في أمسية ثقافية في قاعة المركز الجماهيري تل السبع بالنقب من قبل المركز الإقليمي لتطوير طواقم التدريس في البلدة. أنا وصلت اليوم للمركز الجماهيري فأنا في تل السبع في إشهار للكتاب، كتاب قيم للدكتور منصور. بعتقد أن هذا قفزة نوعية، خلينا نقول على أساس أن هذا الكتاب اليوم بيطلع الجيل الجديد اللي ما فكر أو ما قرأ أو ما في له مصادر أصلا باللغة العربية حتى يتعرف على تاريخنا في هذه البلاد. نحن اليوم في أمسية ثقافية حوارية تعنى بتوثيق التراث البدوي، تراث بئر السبع، ديرة بئر السبع وأراضيها. هذا الكتاب هو كتاب ريادي، نأمل أنه يكون فاتحة خير لبقية بحوث وبقية كتب. وخلال حفل التكريم تم إشهار النسخة العربية من كتاب بدو النقب وبئر السبع 100 عام من السياسة والنضال، وذلك بمشاركة كل من مجلس تل السبع والمراكز الجماهيرية رهط وحورة بهدف نشر الثقافة في الجنوب. أشارك اليوم في هذه الندوة في تل السبع والتي عقدت من أجل أو احتفاءً بالكتاب الذي صدر للدكتور منصور النصاصرة عن بدو النقب 100 عام من السياسة والنضال. يستحق الكتاب أن نعمل هذا المجهود من الشمال، شمال القريب، من الشمال القريب إلى هنا. أنا جئت لأشارك في هذه الأمسية المهمة. هذا الكتاب هو مهم جدا، يتحدث عن تاريخ النقب الصامت، والمهم والمميز في هذا الكتاب أنه الكاتب هو من أبناء النقب، من داخل النقب. وأكد القائمون على الندوة ضرورة إقامة مثل هذه الأمسيات الثقافية التي تنشر الوعي عند المشاركين،
وإبراز وتوثيق تاريخ منطقة بئر السبع، ذلك الفردوس المفقود للأجيال القادمة. ينضم إلينا الآن عبر خدمة المباشر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بئر السبع في قسم السياسة دكتور منصور نصاصر. أهلا بك دكتور. في بادي الأمر أسأل بشكل واضح مباشر وجلي، لماذا علينا الاهتمام بتاريخ النضال العربي في النقب في هذا التوقيت بالتحديد، هذا التوقيت الذي يواجه فيه العرب في النقب سياسات في كل اتجاه، هدم، تهجير، اقتلاع وما إلى ذلك؟ مساء الخير أمير. يعني صراحة هذا الكتاب عبارة عن رسالة صمود، يعني رسالة صمود لهذا المجتمع الفلسطيني في فترات تاريخية مختلفة منذ الفترة العثمانية والبريطانية والحكم العسكري وحتى الفترة الراهنة. ووجب علينا نحن كباحثين نتحدث عن جزئية مهمة جدا من فلسطين، هذا الجنوب المهم ذات الأهمية الاستراتيجية، وأيضا الصراع المستمر على أراضي النقب في هذه المرحلة، وهو صراع تاريخي يجب أن نستوعبه ونفهم هذه الحالة كحالة غير منفصلة عن المراحل التاريخية المختلفة. هل أفهم من حديثك أستاذي أنه المجتمع العربي عموما إن كان في المناطق الشمالية في الجليل أو حتى في الوسط في منطقة المثلث غير منكشفين بشكل جيد ربما أو بشكل واسع على هذا التاريخ النضالي للمجتمع العربي الفلسطيني في النقب؟ نعم، أنا برأيي يعني الأمير يعني الرواية الجنوبية، رواية جنوب فلسطين هنا طبعا لم تأخذ الحيز مركزي في حتى في أدبياتنا نحن الأدبيات الفلسطينية، وسيطرت على هذه الأدبيات في فترة معينة كتب الرحالة الأجانب والمستشرقين، لكن نحن نسلط الضوء على قضية مهمة جدا مركزية جدا اللي مجتمعنا الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب إلى القدس وإلى الشتات أن يعرف الحكاية الحقيقية لقضاء بئر السبع لجنوب فلسطين الذي تحدثت عنها أنا مرارا في على سبيل المثال في جامعات أردنية مثلا وفي جامعات غربية اللي في نهاية المطاف وحتى فلسطينيين هنا في نهاية المطاف نكشف هذه المعرفة للجمهور أن هناك حقوق تاريخية، هناك خرائط تبين على ملكية الأراضي في هذه المنطقة، وهذا يربط الكتاب صحيح. في الواقع الصراع هذا اليوم، هذه جزئية مركزية مهمة. وتناولنا حتى في برامجنا على شاشة تلفزيون مساواة وتلفزيون فلسطين كذلك الأمر، تناولنا العديد من المحاور المتعلقة ربما بطرح الكتاب في قضايا النقب على وجه التحديد، لكن دعني دكتور أسأل في كل ما يتعلق التاريخ، تاريخ الفلسطينيين ونضالات الفلسطينيين، ما المردود طبعا لكتاب غني من هذا النوع على توثيقاتنا على تاريخنا؟ نعم أمير، هذه الرواية يعني مهمة جدا وأكشفتها مهم جدا أيضا للحفاظ على الموروث الثقافي العلمي وأيضا التاريخي لهذه المنطقة، منطقة جنوب فلسطين وقضاء بئر السبع، وأيضا لتمريرها للأجيال القادمة. يعني مهم جدا أنه مثل هذه الإصدارات التي صدرت في نيويورك ومن ثم ترجمت إلى العربية في الرياض ونشرت في الكثير من عواصم الدول العربية، أنه هنا يجب أن نستوعب أن هناك حكاية فلسطينية جنوبية، ويجب أن تصل هذه الرسالة إلى عواصمنا العربية وإلى الشتات الفلسطيني، أن هناك يوجد قصة نضال حقيقية للجنوب الفلسطيني التي تم تهميشها سنوات عديدة في البحث الأكاديمي، وأيضا أن نصحح المسار الاستشراقي الذي فرض على هذه المنطقة حتى العقود الأخيرة صراحة. أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور نصاصرة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بئر السبع. كل الشكر أمير، تحية طيبة. الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتناول الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية وتناقضاتها.
فيما نبدأ من ملف الجريمة والسلاح في المجتمع العربي. إذن لم تكن الأيام الماضية بعادية في البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب، لا لتزامنها مع العيد، إنما للذروة الجديدة التي سجلتها جرائم إطلاق النار في مختلف البلدات، وبالتالي عدد الضحايا العرب بين قتلى وجرحى، أمر لا يدفع إلا إلى مزيد من التساؤلات الواضحة والمتجددة حول سلاح الجريمة ومصادره، وهو ما تطرق إليه الصحفي المتخصص ضياء حاج يحيى. من معسكرات الجيش إلى بيوتنا، لماذا ينتشر السلاح في المجتمع العربي؟ 90% בערך מהנשק הבלתי חוקי שנמצא בצפון הארץ מגיע מצבא הגנה לישראל. وشاهد شاهد من أهلها 90% من السلاح الموجود شمال البلاد هو من معسكرات الجيش، سواء من الM16 والمسدسات أو الذخيرة. هناك مصادر أخرى لوصول الأسلحة إلى بلادنا، وهي عن طريق الحدود، والتي تقع أيضا تحت مسؤولية الجيش وأذرع الأمن الإسرائيلية. قبل يومين اتهام شقيقين من النقب بسرقة 26,000 رصاصة M16 من قاعدة للجيش الإسرائيلي، وعشرات الحالات المكررة سنويا، وهذا الذي يكشف. وعود تجر وعودا بجمع السلاح من المجتمع العربي، ولكن على دعوني أمر الآن على بعض ما كتب في تويتر في هذا الشأن، ونبدأ مع التغريدة الأولى. لسنوات والاحتلال يقوم بإغراق المجتمع والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بالمخدرات والجريمة، حتى وصل عدد قتلى الجريمة في الداخل فقط أكثر من 120 في عام 2020. اليوم هذا السلاح هو أكبر رادع للإسرائيليين أن يعتدوا على عرب الداخل. وتغريدة أخرى أيضا في هذا الشأن، التواطؤ مع العصابات والتغاضي عن انتشار السلاح سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك المجتمعات أو المجتمع العربي داخل الخط الأخضر. تغريدة ثالثة في هذا الصدد كذلك الأمر، الإسرائيليون حتى في الكذب خايسين، ما احنا ما بنقدر ندخل سكين فواكه داخل الخط الأخضر، بدكم إيانا ندخل سلاح، وبعدين من وين سلاح إذا مش من عندهم؟ الآن إلى مقال لسيفر بلوتسكر نشر في الأيام المنصرمة بصحيفة يديعوت أحرنوت تحت عنوان للليبراليين في إسرائيل ما جدوى احتجاجاتكم بتل أبيب، والمستوطنون يوقظون يأجوج ومأجوج خلف الخط الأخضر. هذا المقال يعرض التناقض الواضح بين مفهوم الاحتجاج الليبرالي الإسرائيلي من جانب طبعا، والصمت عن الجرائم بحق الفلسطينيين من جانب آخر. ومن هذا المقال أقتبس: لم تصدر أي صرخة شجب حادة لأعمال شغب المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، لم يكن للمتحدثين في المظاهرة ما يقولوه في موضوع حرج لمستقبل إسرائيل، أو أنه كان لهم لكن لأسباب تكتيكية فضلوا ملأ أفواههم بالمياه. هذا سلوك غير أخلاقي وغير رسمي. نتابع مع هذا المقال حيث يقول الكاتب: إذا كان الجمهور الذي يسمي نفسه ليبراليا لا يقف قريبا وبكل قوته في وجه الشغب الذي يقوده شبان يهود في الأراضي الفلسطينية ضد الفلسطينيين، فعلينا جميعا أن نسلم بوجود كيان يهودي متزمت متطرف خارق للقانون ويتطلع لأن يطبق هذا النظام في الأراضي الفلسطينية. واختتم الكاتب قائلا: إذا واصل الاحتجاج الديمقراطي تجاهل أعمال الشغب ومنفذيها، فستنمو في المستوطنات ميليشيات وحشية أيديولوجية، وهذا خليط متفجر. مع هذا الخليط المتفجر بحسب تعبير الكاتب لهذا المقال طبعا، نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. لكم مني أطيب التحيات، وإلى اللقاء بعون الله تعالى.